عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دابا دام مارجان دام مارينا غنوريكم النفق ديال الموحدين ديال الاصغر قربة تنتهي ان شاء الله. مابقى فيها والو تنتهي ان شاء الله الاصغر. المراحل الأخيرة ديالها أشغالها هي سيرة. هما دابا كيصوبو غير إن شاء الله باقي لهم الزفت وبعد الديكورات. وها هي إن شاء الله النفق واجد. ها هو النفق ديالهم. النفق كيداير إن شاء الله باقي لهم والو يكمل. دابا راه واجد ان شاء الله. دابا واحد شهرين ان شاء الله غادي تكمل الاشغال وغادي يستغلوه ان شاء الله بحول الله. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يحيد البوابة خلاص. ما الاشياء في تقدم وتحسن. هما ان شاء الله هما المشاريع وباقي ان شاء الله. يمكن هنا غادي يديروا شي اوتيل اوتيل غادي يولي رائع باذن الله. وحنا مغاربنا ان شاء الله نتقدم شيئا فشيئا. اللهم شويه بشويه ولا والو. يلا مع فيديو اخر ان شاء الله نوريكم تقدم المغرب الى الامام. خاصه حنا دابا في الدار البيضاء. الدار البيضاء نفق الموحدين اللي يبلغ 2 كيلومتر. ها هو صافي صالة قربي سالي حوالو. يلا في فيديو اخر ان شاء الله نوريك.